أوصى الأطباء المشاركون خلال فعاليات اليوم العالمي للأمراض النادرة إلى ضرورة تطوير قائمة الأدوية الأساسية المحلية للأمراض النادرة، كما أوصى الأطباء إلى إنشاء قواعد بيانات محلية عن الأمراض النادرة والعمل على تطوير البرامج التدريبية لجميع الكوادر الطبية. نتابع. احتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة التي تصل عددها إلى 6000 مرض نادر مصاب به 300 مليون مريض حول العالم، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والمختصة تم استعراض التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية لتلك الأمراض والتجارب الناجحة للتشخيص الدقيق والاكتشاف المبكر لتلك الأمراض. الأمراض النادرة عددها حوالي 6000 مرض مصاب منها على مستوى العالم حوالي 300 مليون مريض، إذن هي محتاجة إلقاء الضوء عليها. إلقاء الضوء بهدف التوعية المجتمعية، توعية المرضى وأهاليهم بأعراض المرض وطريقة العلاج وإزاي نكتشف المرض. 80% فيها عمل الوراثة، لكن 20% الباقي ممكن يبقى حاجات لها علاقة بالعدوى، لها علاقة بالمناعة، لها علاقة بالأورام النادرة، و 75% بتظهر في الأطفال. رحلة عمل احنا عايزين نعمل ايه لهذه الأمراض من حيث التوعية والاكتشافات المبكرة وتوفير العلاجات. فمن المؤتمر ده بتجتمع جميع الهيئات الصحية بتبادل خبرات قوية في هذا المجال، وبنطلع بتوصيات هو كيف نحسن الخدمة الصحية لهؤلاء المرضى. كما أوصى الأطباء خلال فعاليات المؤتمر بضرورة نقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية في كيفية التشخيص الدقيق لتلك الأمراض، وبخاصة الأمراض الوراثية وأمراض الدم. موضوع الجينوم المصري، لأن هي 80% من الأمراض النادرة هي فعلا نتيجة عن الجينوم. الحقيقة قالت محاضرة محترمة جدا جدا، إن شاء الله بإذن الله هننزلها على قناة التليجرام الخاصة بالأكاديمية. كل السيشنز مسجلة هتنزل على التليجرام وعلى الفيسبوك. نوضح الأمراض النادرة اللي موجودة، وخصوصا اللي موجودة في مجتمعنا اللي احنا نلقي عليها الضوء، وإن قد إيه دي لها تبعيات كتيرة ولها علاجات، وعلاجات متوفرة الحمد لله، بس محتاجين إن احنا على كافة سبل الرعاية الصحية اللي موجودة تكون عارفة بالظبط كيف تتعامل مع هذه الحالات. عدد التدوير للموارد يتماشى في الاخر ان المريض اللي عنده مرض مش عارفين يشخصه او تشخيصه بيتاخر نتيجه ان هو مش وارد، مش شائع بشكل اكبر. لا، المرضى دول ليهم حق علينا ان احنا نعرف المرض، نعرف ازاي نوفر لهم العلاجات المناسبه، ونتعامل مع بعض كذا فريق عمل متكامل بيشتغل في الاخر لمصلحه المريض. بعض الامراض النادره احد التحديات الصعبه التي تواجه المنظومات الصحيه، فالتشخيص الدقيق والاكتشاف المبكر والتوعيه تعد احد المحاور المهمه لمواجهه تلك الامراض. محمد حلمي، التلفزيون المصري.